ده. كان هيبقى حلو لو هدف وولتر بواليا طبعا اتحسب عشان اللاعب ياخد ثقه اكتر في نفسه. عايز اعرف رايك في وولتر بواليا. لا لعيب كويس والماتشات هتجيبه، وكل ما هيلعب احنا نستحمله شويه لغايه لما ربنا باذن الله يقف على رجليه ويقدر ان هو يسجل اهداف، ولكن انا شايفه ان هو جاي. راس حربة خطير، عنده كل المقومات اللي هي بتاعت راس الحربة اللي تأهله ان هو يأدي بشكل كويس. هو محتاج لسه يندمج شوية مع فرقة النادي الأهلي، ياخد على الرتم بتاع لعب النادي الأهلي، ياخد على الضغوط اللي هو بيواجهها دلوقتي. يمكن قبل كده كان في الجونة وفي الأندية اللي كان فيها الضغط مش كبير قوي، مش قوي في زي كده، ولكن هو جاي وبإذن الله انا اتوقع له ان هو هيسجل في الماتش اللي جاي بتاع بايرن ميونخ بإذن الله.